وسهلا بكم مشاهدينا، متواصلين معاكم في أسواق المباركية من الشارع الجديد، وافتتاح المشروع الوطني لاحتضان وتنمية المواهب الشبابية في المجتمع الكويتي في مبادرة سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. يسعدنا في هذه اللحظة أن نلتقي بمدير مشروع المبادرة الأميرية المهندسة بشاير العواد. أهلا وسهلا فيك مهندسة، وسعداء جدا بأن يتجدد اللقاء معك بين فترة وفترة، خاصة ونحن قاعد نتكلم عن الشباب الكويتي وإبداعاتهم، فأهلا وسهلا فيك. حياكم الله. أهلا فيكم. حياك الله. اليوم قاعد نشوف مبادرات شبابية، قاعد نشوف مجموعة من البوثات، كلمينا عن هذا الاكسبو والاعداد له وكم عدد البوثات الموجوده فيه. بالبدايه مسيكم بالخير جميعا مشاهدينا على تلفزيون دوله الكويت، واشكركم على وجودكم. افتتاح اليوم هذا البوث، خلينا نقول اهم بوث عندنا اللي هو استديو الشارع الجديد، فامانه وجودكم مهم لنقل هذه خلينا نقول يعني المبادره الاميريه الساميه لدعم المواهب الشبابيه والمشاريع الشبابيه في دوله الكويت. طبعا سمو الامير رؤيته ان الشباب الكويتي هو اقتصاد الدوله، هو المورد الاقتصادي المستدام للدوله، واستثماره يعني بهذه المبادره اللي قاعد تشوفونها هو اهم شيء لرفع اقتصاد الدوله. يعني يمكن احنا نقول هذه الطاقه البديله، وخلينا نقول بديل استراتيجي للنفط بالمستقبل. اغلب الامم يعني خلينا نقول فعلا لقوا ان استثمار مواردهم البشريه هو التقدم والتطور والتنميه. فوجودنا اليوم في إكسبو المباركية اليوم بالشارع الجديد لتنمية هذه المواهب، استقطابها، خلينا نقول احنا قاعدين نحاول نعطيهم المجال للشباب انهم ينمون مشاريعهم في سوق العمل المحلي، نعطيهم الفرصة. يعني البوثات اللي موجودة طبعا مجانية لأصحاب المشاريع ان يحاولون يعرضون مشاريعهم، يتكلمون عنها، وننسق لهم مع الجهات اللي ممكن تتبنى هذه المشاريع، بالإضافة الى وجود جهات الدولة المتخصصة في هذا المجال، المشاريع الصغيرة ومشاريع الشبابية. وجودهم هنا حتى البوثات تشوفونه اسألني انه يعني اللي حاب انه يبدي مشروع تجاري، للحين ما بدا المشروع، اللي حاب انه يطور مشروع تجاري يتوجه لهم في ادارة اللي هو ادارة المشاريع الصغيرة انهم يعلمونه شلون يبدي في هذه المشاريع. نعم. مهندسة، هل هناك مثلا شروط معينة للي بيشارك في مثل هذه المعارض حتى يكون الانتاج كويتي 100%؟ طبعا احنا في شروط عامة للمبادرة، وفي شروط ايضا للمشاركة البلدية لدولة الكويت. فالشروط العامة طبعا انه يكون كويتي الجنسية، انه ما يكون عنده محل تجاري، اساس نعطي الفرصة للشباب اللي مو قادر انه فعلا يطلع بمشروعه للمجتمع، انه ما يكون شارك من قبل في المبادرة. احنا المبادرة ما شاء الله يعني يمكن ما قلنا قبل شوي هذه السنة الرابعة لها. السنة الأولى والثانية ما كان موجود الشارع الجديد، افتتحنا السنة الثالثة اللي هو العام، وهالسنة ثاني سنة لنا في الشارع الجديد. فوجود يعني اللي يشارك معانا مثلا هالسنة أو هالأسبوع ما يشارك معانا الأسبوع القادم عشان نعطي هذه الفرصة. نعم، علشان الباقي ياخذون فرصتهم، لأن ما شاء الله وايد قاعد يستجلون عندنا، ونبي نعطي الفرصة للجميع. فهذه شروط العامة. بعدين نحاول أن المشاريع تكون مشاريع وطنية، مشاريع مثل ما تقول اختراعات علمية، مشاريع اللي هو عندنا الملابس تكون كلها صنع يدوي. ما نعطي طبعا مجال للمشاريع اللي هي تكون مثلا بضاعة مستوردة تنحط، أو إنه مثل ما تقولون أمانة في علامات تجارية مثلا يبونها، لا، احنا نبي نعطي فرصة للشاب إنه يبتكر، يفكر شنو يقدر يسوي. يعني في مشاريع معانا مشاركين اختراعات علمية حولوها إلى منتج تجاري، مثل اللي هو مثلا الإكواريوم العام. في عندنا هالسنة وايد مجاميع شبابية قاعد يحاولون إنه يطورون طاقات الشبابية، مثل عندنا الرماية مشاركين معانا إنه يروحون يدورون هذه المواهب ويطورونها ويخلونهم يشاركون في أولمبياد دولية. شنو المميز اللي التمستيه في هذا المعرض من قبل المشاريع المقدمة من خلاله؟ يعني وايد استانس لما امشي خلال هذه المشاريع اشوف المنتجات والمشاريع الكويتية. الشباب نفسهم بعض المشاريع قاعد يصدرونها للخارج، يعني عندنا من المشاركين نفسهم، يعني بدل لا احنا نجيب العطور من برا مثلا، هم عطورهم قاعد يصدرونه وقاعد يسوونه في المصانع هني بالكويت ويصدرونه للخارج. في مشاريع وايد موجوده هم علامات تجاريه اللي هي كملابس
صارت براند لها خاص وقاعد تصدر للخارج. ففي انا احب كذي ان المنتج الكويتي هو اللي يتصدر، مو ان نستورد المنتجات العالميه. صحيح. هذه فعلا التمستها موجوده يعني عندنا هني، وافكار وايد افكار يعني فعلا انا دعوه لي للجمهور ان يجون يشوفون بنفسهم. سمو الامير ما قصر، دعم المشاريع الشبابيه لكن دعم المجتمع لهذا الشباب ان احنا نجي ونشوفهم ونشجعهم. نعم. مهندسة بشاير، يعني نقدر نقول في عدد معين مثلا اخترته من عدد كبير، يعني الأصل كم؟ نعم، احنا طبعا اللي قاعد يسجلون احنا بس خلصنا الفترة الأولى الحين حاليا، باب التسجيل الفترة الثانية والثالثة والرابعة للحين مفتوح، يعني هاي دعوة بعد أيضا عبر الهواء مباشرة للجميع أن فرصتكم الحين تقدرون تسجلون. بعدين احنا ما قاعد نرد احد، قاعد يكون عندنا داتابيس بنك معلومات المشاريع الصغيره نحاول نوظفها باي مشروع وطني في الكويت. يعني مثلا العام ما قدرنا ناخذ المطاعم، ما قدرنا ناخذ الطبخ لان هذه شروط البلديه طبعا. شنو سوينا بالاحتفال 26 فبراير كان بابراج الكويت، بدل قلنا لا نجيب مطاعم نفس كل سنه، السنة اللي طافت قلنا بنجيب عيال الكويت مطاعمهم، عطيناهم المساحة اللي قدام الأبراج وهم قاموا يبون اللي تراك اللي هو سيايرهم ومطاعمهم وقاموا يطبخون وبيعون حق اللي هو المشاركين بالاحتفالات. وبعد كانت مجانية؟ لا طبعا احنا مجانية اي طبعا، لكن هم يبيعون يعني مشاريعهم، لكن طبعا كانت هم تابع للمبادرة. نعم. يعني قاعد نحاول ان كل من يسجل معانا يفوز بشيء، سواء هني لان تعرفون عدد بوثات معينه عندنا. صح. 80 بوث هني وما شاء الله نتكلم عن 2000 واحد قاعد يسجل، فيعني شلون تاخذينهم؟ طبعا عندنا سيستم اونلاين قاعد نمشي عليه، اولويه للي مسجل اول، يعني بالضبط الساعه الفلانيه دقيقه الفلانيه اليوم الفلاني مسجل عندي، يعني حلو. ما اخذ احد قبل احد، لا يعني حتى اذا مثلا انت سجلتي يعني مو قرع الموضوع، الموضوع لا, 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 لا بالترتيب، كل شيء بالترتيب. حلو. يعني شلون الطريقه؟ انت ممكن الحين تيني تقولي لي انا مسجله بالفتره الاولى ليش ما انقبلت؟ بالسيستم عندي يبين اقول لك انت سجلتي بالتاريخ الفلاني الدقيقه الفلانيه قبلك اللي انقبلت اليوم. نعم. مثلا فللأمانة احنا حبينا تكون في شفافية وتقنية بالموضوع على اساس هي مبادرة سامية، وثقة سمو الامير فينا كشباب متطوعين ان احنا نوصل هذه المبادرة في الدولة، حبينا ان نكون على كفاءة يعني وشفافية، وبحيث ان الكل يحس ان سواسية بالنهاية في تنوع. يعني مثل السنة والله ان تحسون ان والله يعني اللي يمر بالبوثات بالكامل يحس ان في تنوع، يعني مو شغلة متشابهة. احنا بالعكس تنوع عندنا من جميع، يعني سواء المشاريع سواء الحملات الوطنية الموجودة تشوفونها مشاركين معانا الجهات الدولة، أيضا المشاريع تختلف، مشاريع يعني خلينا نقول يعني احنا قسمناهم كاتيجوري، وكل بوث تشوفونه يخص هذا المشروع. حلو. يعني بوث الملابس غير عن بوث الاكسسوار غير عن يعني بهالطريقة. بسألك عن المجموعة التطوعية اللي قاعد تعمل في هذا الاكسبو، انا ما بي ابخصهم حقهم، هم بعد هم جنود، ما نبي نقول مجهولين، بالعكس هم منورين المكان واكيد لهم بصمه خاصه في عمليه التنظيم وانجح هذا المشروع. خلنا اكون صريحه معك، المتطوعين متطوعيننا، رساله لكم متطوعيننا، مو الجنود مجهولين، هم اساس هذه المبادره. بالضبط. للامانه يعني شهادتي فيهم مجروحه، يعني 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 حتى شكري ما ادري شلون اشكرهم. مركز العمل التطوعي بدولة الكويت، شكر خاص طبعا برئاسة الشيخة أمثال، متبنين احنا تحت مظلة يعني المبادرة تحت هذه المظلة. فللأمانة اللي تشوفونه هذا كلكم شباب الكويت، يمكن شفتوا بوسائل التواصل الاجتماعي لما نحط الفيديوهات شباب هم اللي قاعد يطقطقون البوثات، هم اللي قاعد يسوون كل السبق اللي سووه شبابنا. نعم. اتجهنا هالسنة الأمانة، المرة اللي طافت كان في شركة مختصة انها تحاول انها تسوي، هالسنة سوينا طريقة مختلفة. يوم قعدنا بالاجتماع قلنا يا شباب نبي احنا نسوي كل شيء، كل شيء نبي احنا نسوي. فعلا تشوفينهم هم قائم على يعني كل اللي تشوفونه، البوثات التسجيل توزعنا ناس بالشارع وناس مع التسجيل. فللأمانة المتطوعين شكرا يعني من كل أعماق قلبي الصراحة على وجودكم وعلى دعمكم. قاعد يسمعونك ومتسمين موجودين خلف الكاميرات، وإن شاء الله كاميراتنا بعد راح أطلعهم بعد شوي. إيه. يستاهلون أن الواحد يسلط عليهم الضوء. على فكرة مهندسة بشاير، يعني قاعد نشوف بوثات مثلا كويت واحد يبيع، بعض المرات نشوف مثلا 2-3. نعم. فهل المجاميع مسموح لهم مثلا ان ايضا والله 3-4 كويتيين عندهم مشروع؟
أكيد إحنا المشاريع الموجودة في وايد مشاريع عندنا يكون أكثر من شريك فيها، فهو يسجل واللي معه يكونون مع عادي يكون، بس هو يعني يسجلها كشخص. في مجاميع قاعد يسجلون مجاميع اللي هي المجاميع التطوعية، الحملات التوعوية في المجتمع، يعني هذه المجاميع قاعد تسجل تحت بند مجموعة. ومركزين على شغلة مهمة أن يعني الكويتي نفسه هو اللي قاعد يبيع، يعني هذه الشغلة، هذه إحدى الشروط اللي يوقعون عليها قبل لا يستلمون البون. نعم. تواجد 24 ساعة من 5 للـ10، ثلاثة أيام، وعدم وجود أي شخص أو خاصة المندوب. نعم. أو أي أحد. ليش؟ لأنها مبادرة سامية. راح نكمل معك مهندسة بشاير، ولكن عندنا فاصل مشاهدين ونرجع مرة ثانية إلى المهندسة بشاير العواد، مدير مشروع المبادرة الأميرية. أهلا وسهلا فيك مرة ثانية، حياك الله. على طاري البوثات الموجودة، هل المساحات كلها واحدة؟ لا طبعا، احنا مثل ما قلت قبل شوي ان كل مشروع مقسمين البوثات، التصميم يختلف على حسب نوع المشروع نفسه. يعني بوث الهدوم مثلا حاطين لهم العلاق، بوث الاكل حاطين لهم مثلا الطاوله والمخزن، بوث الاكسسوارات ارفف. كل مشروع حاطين لهم بحيث انه ما نبيهم يتكلفون ولا يسوون ولا شيء، بس يبون اغراضهم ويون. حلو. هذه بالنسبه حق الادوات او نقول الاشياء اللي يستخدمونها داخل البوث. قبل شوي من خلال لقائنا قلتي ان حتى البوثات صناعه يدويه كويتيه من قبل المتطوعين والجروب التطوعي. كلمينا عن الوقت اللي اخذ منكم تجهيز هذا الاكسبو، عن التفاصيل الجميله، فكرته، كل هالاشياء اللي الناس ما تعرف شنو اساسياتها. شوفي احنا للامانه بالبدايه خذينا اسبوعين بالضبط، اسبوعين صار لنا. الشباب كل يوم متواجدين من الساعه 8 للساعه 12 بالليل يحركون، وهم يعني يطقطقون يصبغون ويسوون وهذا، يركبون البوثات. يعني الثيم اللي انت تشوفينه احنا من العام قلنا فرق الصراريف عن الشارع الجديد. الصراريف حبينا يكون في طابع التراثي، لكن يوم جينا الشارع الجديد، من اسم الشارع الجديد، هو الشارع طبعا في بعد تاريخي لهذا الشارع يوم سوينا فيه هذا المعرض. شنو البعد التاريخي؟ ان هذا الشارع اول شارع في دولة الكويت ازدهرت فيه التجارة، اللي بلشوا يحطون فيه المحلات، اللي هي طلعنا من اجواء التراثية اللي موجودة كانت صراريف. بعدين كان اللي هو امتداد للمينا، فكانوا يبون منها البضايع. فحبينا نقول للشاب الكويتي هذا المكان ابائنا واجدادنا طلعوا منه وازدهرت تجارتهم منه، فيعطي مثل ما يقولون ايحاء له انه يشجعه انه يطلع. امتداد لهم امتداد بالنهايه. بالضبط. نعم. بالضبط. فهذا البعد التاريخي لهذا المكان. بعدين قلنا اساس شارع جديد، وفعلا كان يعني حتى مو الجديد كانوا يسمونه بدولة الكويت اول ما طلع الشارع الجديد. على فكره شفتي هذه سالفه الجديد والجديد اثارت الجدل في وسائل التواصل الاجتماعي من العام، من بدايه انطلاقه المهرجان. والجميل ان الناس قاموا يردون على بعض. في ناس تقول يا جماعه تلفزيون الكويت ليش يقول الجديد مو الجديد؟ راح ترد عليكم المهندسه. اي احنا طبعا بدايه الشارع الجديد في دوله الكويت اول ما طلع وين رايحين؟ رايحين الشارع الجديد. من وين رادين؟ من الشارع الجديد. فصارت الشارع الجديد عرفوها، كتبوها الشارع الجديد، ما كانوا يقولون الجديد. فاحنا عشان كذي اصغينا من البدايه، والمبادره سمو الامير يوم اعتمدنا الاسم الشارع الجديد يكون بنفس بالضبط اللهجة اللي قلناها يوم افتتحوا هذا الشارع. يعني من بداية ما طلع، من أيام أهل الكويت الأصيلين، من ذيك الأيام كانوا يقولون الشارع الجديد بناء على اللغة مالت أهل المنطقة نفسهم. كان اللي هو الشارع كانوا يقولونه بالضبط الشارع الجديد، نعرف في هذه المنطقة أنها الشارع الجديد. فحبينا يعني على قولتهم نفس تراث، الاسم تراث، فما حبينا نغيره. هذه بالنسبة للشارع الجديد. بعدين قلنا لا، نغير الأجواء، أنه ما يكون مثلا البوثات الموجودة يعني كشك عادي ولا هالأمور. صارت طريقة القرية، عشان كذي تشوفونها بطريقة نفس القرية، البوثات، الخشب، الطريقة، الورد اللي تشوفونه بكل مكان، أساس يعطي انطباع أنه فعلا شارع جديد. على فكرة هل في هناك أعمار محددة مهندسة بشاير للمشاركين؟ هو أغلبهم كلهم شباب طبعا. احنا ما نحدد يعني شباب مثلا عمر معين، لكن كل هو مشروع شبابي، وفعلا كل المشاركين أغلبهم كلهم شباب.
نعم. الأمانة يعني يعني مو بس يعني البوثات موجودة والشباب الكويتي يعني حتى يعني من خلال اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد الوطنية تم يعني الاهتمام حتى يعني بالأجواء العامة للمكان يعني الجداريات هذه من شغل شباب كويتي. بالضبط هذه يمكن تكلمنا وايد فيها العام يعني فريق جداريات حتى استضفتوهم هني كانوا بالبرنامج يعني شباب حتى هالسنة كذي وشافوا المكان قلت لهم يلا شنو ممكن أفكار جديدة. الجدارية اللي هناك يمكن راح نشوفها بعد جدارية اللي هو أول ما ندخل هذه السيلفي يعني الجدارية على أساس إنها تذكارية شلون I was there اللي هو كنت هنا هذه سويناها حق أي أحد يدخل إكسبو شارع الجديد يصور فيها صورة تذكارية. النكش اللي الموجود فيها اللي هو الخط اللي موجود من أداء الفنان الرائع اللي هو عبد العزيز الأمير نفس الشيء يوم جاء كان يقول أنا هذه الجدارية أبي أحط فيها الكلام وأبي أسوي وأنقش الكلام فيها نقش. فللأمانة يعني كانت أيضا هذا الشيء الجديد هم بالشارع الجديد هالسنة هذه موجودة. طبعا كانت الجدارية لسبب الضجة بالمجتمع العام ولحين موجودة. نعم ننتقل لمشاهدينا إلى فرقة معيوف مجلي للفنون الشعبية ونواصل معكم برنامج أسواق المباركية من الشارع الجديد. شكرا لزميلنا نجيب القحطاني وهذه اللقاءات المميزة مع كويتيين مميزين موجودين في شارع الجديد وأيضا لقائنا المميز مع المهندسة بشاير العواد مدير مشروع المبادرة الأميرية وحديثنا عن كل ما يخص هذه المبادرة وهذه المشاريع الكويتية الصغيرة. أهلا وسهلا فيك مهندسة بشاير مرة ثانية. هلا فيكم حياكم الله. حياك الله. العمل الجماعي أكد أهميته وفاعليته عن العمل الفردي. طبعاً. يمكن في سنوات مضت كان في عديد من الأشخاص عندهم الأنا العالية أنا بسوي وأنا اللي بطلع بالصورة. لكن نلاحظ التوجه الحديث من قبل المتطوعين خصوصاً في الجروبات الشبابية يأكد على أهمية العمل الجماعي. كلمينا عن هذا الجانب خصوصاً في الجروب التطوعي اليوم معانا. يعني أروع شيء بهذه المبادرة وهذا العمل اللي تشوفونه هو العمل الجماعي. للأمانة إحنا جروب المتطوعين وخاصة هذا شيء يعني تعلمنا عليه حتى تحت مظلة مركز العمل التطوعي. دائما كلنا نشتغل تحت خلينا نقول مبدأ أو هدف واحد. يعني لما نحط أوكي خلاص عندنا هذا الهدف عندنا مبادرة أميرية سامية وإحنا مجندين عشان نحقق هذه المبادرة وفعلا نحقق النجاح لها وإن تكون بأكمل وجه. تلقين أهم شيء بالعمل التطوعي الانتماء. الانتماء للمبادرة والانتماء للمشروع والانتماء لهذا الفريق لما يحس الفريق أنه هو فاعل لما يحس الفريق هو صاحب قرار لما يحس الفريق هو يعني عضو مهم مو بس عامل في نعم. الجماعة هذا اللي يعطي الإبداع. يعني حتى ترى هذا حتى مؤسسات الدولة أو أي شركة أو أي عمل حتى عمل تجاري لما يكون الجروب نفسه المجموعة في عندهم الإحساس بالانتماء والإحساس بالمسؤولية والإحساس أنهم أيضا عضو صاحب قرار وأن الكل جميع سواسية واحد كلنا يعني ما عندنا مثلا رئيس وهذا عامل وهذا كلنا نشتغل تحت مظلة واحدة الفريق تطوعي. يعني كلنا لما نتكلم نقولهم متطوعين. فحتى الجروب اللي تشوفونه النقاشات اللي نتكلم فيها كل شيء تشوفونه تناقشنا فيه كلنا وبالنهاية التصويت على نسوي تصويت للأغلبية للأغلبية. يعني أنا يمكن أغلب الأشياء مرات اللي أنا أبيها تصير ما تصير يعني ما يتبقون معي فيها لكن عادي يعني بالعكس هذا الشيء يعني شيء حلو إن يعني الكل يتفق أو يؤمن بمبدأ الديمقراطية. حلو وهج الفكرة إن كل واحد يعطي وجهة نظر يظل الإنسان إذا كان محتكر على وجهة نظر معينة في غيرك بتطلع في غيرك شايف ممكن عنده تجارب أخرى ليش ما تستفيد منه. أكيد وهذا شيء حلو إن الإنسان لازم تعطي مجال للجميع دائما إن يكون لبصمته بأي عمل لأن متى ما صار لبصمته بهذا العمل راح يحس بهذا الانتماء. لما يحس بالانتماء تتحقق الاستمرارية. أغلب الفريق اللي تشوفونه هذا موجود معي من العام فمن العام لهالسنة مستمرين لأن حسوا إن فعلا بصمتهم موجودة مكان مكانهم مكان مكانهم بالضبط. يعني يمكن مهندسة بشاير قالت تحسين يعني فرحة أهل الكويت صراحة عندما يشوفون عيالهم. يعني مقولة الكويتي أنفع أصبحت يعني هالمقولة هذه يعني تتداول بين الناس يبون يشوفون الكويتي. يعني الكويتي اللي يبيع ما يغش
عدل. الكويت اللي يبيع شغله يعني منتج نظيف عدل. فعندما يشوفون يعني عيالهم الكويتيين اكيد بيستانسون يعني، وهذا ايضا يحط عليكم مسؤوليه انه يمكن يبونها يطالبونكم، يمكن وصل لكم هذا الكلام يمكن طول السنه يعني هالمشاريع الكويتيه. اعقب على كلامك ابو خلف، دائما الكويتيين ذواقين، يعني تلاقي الكويتي ما يلبس اي لبس عدل. ما ياكل اي اكل، يعني اللي يحاول على قولتهم يزوغل ما يقدر، لان الشعب عنده ذوق معين. فلما يجي يشتغل لا تلاقيه يشتغل على مستوى يقول لك انا ما اشتغل اي شيء، انا ما احط لك اي ماده، انا اجيب مثلا منتجاتي ادواتي من برا اتميز. هذا الناس اللي بساع البوت كذي قاعد يقولون حق ابو عبد الله، قاعد يكلمونه تقول احنا غير، ترى قهوتنا غير اورجانيك، نحط ما نحط فيها اي شيء نظيفه، ترى قاعد تشرب شيء نظيف. يعني نفس الكلام بالضبط اللي قاعد تقولينه تو قاعد نسمعه على نفس البوثات، واحنا ناخذ بالجوله في الافتتاح. فعلا يعني في خلينا نقول الوعي عالي عندنا، خاصه المستهلك الكويتي. ويحبون، نحب الفناتك احنا يعني دائما يعني نحب الاشياء. يعني راح تلاحظين لما تروحين تشوفين خلال البوثات راح تلاحظين في اشياء غريبه. يعني لاحظتي ان في توجه حتى من قبل المنتجين للمشاريع، انه مثل ما قلتي قبل شوي اورجانيك، يعني طبيعي بدون كيماويات. لو تلاحظين حتى في منتجات مثلا ميك اب او اي شيء يقول ترى طبيعي، لا تحاتي، ما في اشياء كيماويه، هيلثي صحي. يعني في توجه، اي نعم في توجه للاشياء الصحيه، هذا شيء وايد حلو. ممكن هذا يعني مهندسه بشاير حتى تشوفينه بالانستغرام، يعني الكويتيين يعني اصحاب المهن واللي عندهم يعني مثلا والله اكل ولا بضاعه معينه، تشوفينهم ما شاء الله يعني منتشرين بالكويت، والناس يعني التواصل معهم يعني في ثقه، يعني او مجرد ما يعرف ان هذا كويتي خلاص يعني يطلب الاكل منه او البضاعه. يعني في تشجيع متواصل، ممكن انت واقرب يعني اقرب منا يعني لهم يعني، وتعرفون هالشيء هذا. اي والله هذا اللي احنا قاعد نسويه، وقاعد نحاول فعلا نشجعهم، نحاول فعلا ان نحاول. تكلمت عن المساحه اللي خلال السنه، يعني في افكار موجوده، وقاعد نحاول ان فعلا نكون مو خلال بس السنه، نبي نزيد المساحه، نبي نحاول ان نخليه باماكن ثانيه، شارع ثاني، ندور شارع ثاني بالمباركيه نكتشفه ونحاول نسوي صاريف موجود اللي قبل كنت احنا يعني. احنا راح يكون الصاريف اول اسبوع، ثاني اسبوع هني باليديد، الاسبوع الثالث والاسبوع الرابع راح يكون ننتقل الى الصراريف. نعم. راح يكون ثيم ثاني اللي هو الثيم التراثي. فيعني امانه يعني الافكار موجوده، قاعدين نحاول، وقلت لكم الانتماء موجود، فالإبداع راح يكون موجود، شباب والتنوع موجود، التنوع موجود. نعم يعني مثل هذه الأمور صراحة يعني وايد، يعني احنا نعمل لقاءات مع ناس، مع شباب كويتيين يعني كانوا ينتظرون مثل هذه المبادرات السامية من صاحب السمو الله يحفظه ويرعاه. يعني عندما يعني يعطون هالفرصة هذه تشوفينهم يبدعون، وتشوفون يعني عندهم زباين، وتشوفين يعني ناس تتابعهم وتسألهم عن يعني عن كل ما هو جديد. معناته يعني الشاب الكويتي يشتغل بيده، يعني يبي مثل هالفرص هذه. في نقطة يمكن أنا بعد وايد مهمة لازم أذكرها، إن إحنا أهمية هذا العمل أو المشروع اللي تشوفونه أو المبادرة هذه السامية، الاستمرارية تي من وين؟ إحنا شنو سوينا عقب ما خلصنا العام؟ في دراسة، هذه الدراسة اللي هي استقصائية عن المبادرة نفسها، شنو مدى تأثيرها على الشباب، شنو الأشياء الغلط اللي صارت، شنو الأشياء اللي مثلا ما حبها الجمهور، شنو الأمور اللي احنا لازم نتفاداها. قولي لنا عنها، خلينا نكون شفافين مع الجمهور خلف الشاشة. شنو مساوئ مثلا الكرنفال أو المهرجان اللي طاف وتجاوزتوها في هالسنة؟ احنا تجاوزنا. أول شيء أحب أوجه شكر طبعا دكتور هشام المجمد القائم، الدكتور اللي على هذه الدراسة مع المتطوعين طبعا، خذينا من جميع شرائح المجتمع، من المشاركين، من ايضا اصحاب المحلات، من الزوار، من السواح دولة الكويت، فكانت في يعني خلينا نقول الشرائح مختلفة، العينات اللي هو قاموا بهذه، كانت دراسة جدا يعني خلينا نقول مدروسة استراتيجية عشان نعرف وايد امور. حاولنا في المستهلك نفسه او المشارك ما كان عنده خلينا نقول عارف شنو الموضوع، فكانت دائما يتكلمون مثلا يقولون انا ليش ما اختاروني، معناته ناس وناس. يعني هذه النقطه كانت وايد مهمه. ف
فعرفنا هالسنة قمنا لا نتكلم، قمنا نطلع، قمنا نحط حتى بوسائل التواصل الاجتماعي، حتى بالإنستغرام كنا نتكلم نقول لهم سياسة شغلنا أول بأول. يعني اليوم اخترنا كذي، اليوم شفافية صارت بينكم، شفافية الشفافية للأمة. إحنا المرة اللي طافت مو ما كان في شفافية، لكن ما كان يسعفنا الوقت بالضبط. استلمنا الشارع أقل من 3 أسابيع وكان الشارع ما كان مؤهل. فيعني هالسنة يمكن وايد أريح لنا، البوثات كانت جاهزة من العام، كل شيء العام، حتى البوثات مو موجودة، الثيم نفسه ثيم الشارع الجديد ما كان موجود، الشعار الأمور هذه كلها. بس لحظة، بس كبداية كأول معرض كان روعة، كان جميل ومتميز ولا يزال حبيبتي من كل ذوق. فعشان كذي كنا لاهين إن شلون نحط الخطة الاستراتيجية لهذه المبادرة، شلون نحط الثيم البراندينج، خلينا نقول تسويق حقه، يعني كل هالأمور اللي يعني خلينا نقول الدقيقة اللي تهمنا كانت يعني كتأسيس. لكن هالسنة لا، اتجهنا توجه ثاني اللي هو الساتسفاكشن، إرضاء الجمهور، إرضاء المواطنين، المشارك، الشاب الكويتي ما بيحس إنه في أحد يعني أخذ حقه أو مكانه. فهذا شيء قمنا على طول نتكلم يعني. راح ننتقل حق الفرقة. نعم، بنروح إلى فرقة معيوف مجلي الموجودة معانا في أسواق المباركية في الشارع الجديد، ننتقل لهم هناك ونرجع لكم مرة ثانية إن شاء الله. يعطيهم العافية فرقة معيوف مجلي اللي أضافت نكهة خاصة في أسواق المباركية وفي إكسبو الشارع الجديد في هذا الافتتاح المتميز. مشاهدينا مستمرين معاكم اليوم لغاية الساعة 7، لكن هذا المهرجان وهذا الإكسبو موجود لغاية الساعة 10 خميس. نعم، عموما يعني كل الشكر والتقدير لك مهندسة بشاير العواد مدير مشروع المبادرة الأميرية، ولجميع أخواننا المتطوعين الكويتيين معاك، والكلمة الأخيرة عندك. شكر لكم في البداية وزارة الإعلام، فعلا يعني وجودكم يعني مهم جدا كان للغاية وما قصرتوا معانا من البداية. أوجه أهم شيء الشكر لوالدنا قائدنا شيخ يعني سمو الأمير، فعلا إيمانه بالشباب نشكره على هذا الإيمان. فالشكر لسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الشكر خلينا نقول أمنا الشيخة أمثال الأحمد مدير ورئيسة مركز العمل التطوعي، أمانة إيمانها فينا وثقتها فينا هذا الشيء يعطينا دافع أن فعلا نستمر وننجح. وشكر لكم وجودكم الجمهور الكويتي هني والمقيمين وضيوف دولة الكويت، ونبي يعني نتمنى بوثنا موجود هني، نتمنى أي أحد عنده اقتراحات، أي أحد عنده مثلا ملاحظة معينة، هذه الأمور وايد مهمة بالنسبة لنا وتسعدنا، لأن فعلا تخلينا نحسن من أدائنا من العمل، خاصة بالعمل بالسنين الجاية إن شاء الله. نعم، الله يعطيك الصحة والعافية. وإحنا يعني نكرر كلامنا ونقول أن جميع وسائل الإعلام يعني في خدمة الشباب الكويتي، إحنا وإنتوا في قارب واحد هو خدمة الكويت. كفو والله، شكرا جزيلا، الله يعطيك الصحة والعافية. الله يعافيك. بنروح إلى زميلنا نجيب القحطاني موجود في الشارع الجديد عند أخواننا الكويتيين في البوثات.